إن كل من أن وداريل شخصيتان متناقضتان تماماً، فهي تعترف بأنها مهووسة بالترتيب والنظافة وهو يتساهل مع التنظيف. ابناهما سكايلر في السادسة وديلان في الثانية، وعدم وجود مكان للخزائن يجعلنا نحظى بوصفة لنزاع حقيقي. في العام الماضي كان كل من آنا وداريل على عجلة لشراء منزل قبل أن تبدأ سكايلر بارتياد المدرسة. كلاهما يحب منزلهما المكون من ثلاثة طوابق، لكن بينما كانا على عجلة أهملا ملاحظة نقص مكان التخزين. آنا؟ مرحبا ديلان. تشرفت بمعرفتك. تشرفت بك أيضا. إنه منزل جميل جدا. لنبدأ من الطابق العلوي. هيا. ضيق المكان هو سبب عدم العثور على مكان للتخزين. أنا أرى الكثير من الأغراض. هل سيعينكم لو حظيتم بمساحة للتخزين؟ سيكون ذلك عوناً كبيراً، لأننا عندها سنجد متسعاً للأغراض. أنا أين قميصي؟ علي الذهاب. ربما يكون في غرفة سكايلر. هل توجد بعض أغراض والدك في غرفتك أحياناً؟ ووالدتي. وأغراض والدتك؟ لا نملك متسعاً لملابس الأولاد أو حتى متسعاً ليلعب الأولاد. أتمنى لو كان هناك غرفة لأغراضي. أولاً سأريك غرفة ابني، وهو يحمل نفس اسمك، يدعى ديلان. حقاً؟ سأناديه ديلان الصغير. ها هي خزانته. هناك أغراض كثيرة ليست له في الداخل. هل هذه غرفة سكايلر؟ أجل، لكن إن نظرت داخل الخزانة. نفس الحال بالنسبة لخزانة ديلان. وماذا هنا؟ سأريك غرفة العائلة. سكايلر، من يحدث الفوضى أكثر في العائلة؟ أبي وديلان. ذكور الأسرة. حين يعود إلى المنزل يلقي جميع الحقائب على مسندة الأرجل. إن كانت هناك بعض الفوضى فعندها ستقوم والدتي بتنظيفها. هل علقت المعطف؟ أمهليني بعض الوقت. هكذا تقول دائما، هل فعلته الآن؟ إن والدي لا يقوم بالتنظيف حقا. إنه قذر نوعا ما. أنت مهووسة بالترتيب وأنت مهمل. لا، لا أظن ذلك. أنتما مناسبان لبعضكما. أنا لا أعتبر نفسي مهملا. نحن نتشاجر كثيرا حول مكان وضع الأشياء. إن الفوضى تعم المكان. لا أستطيع العثور على أي شيء في الطابق العلوي. ابحث جيدا. بحثت في كل مكان. أذهب إلى غرفتي لأنني لا أرغب بسماع شجارهما. نحاول بألا نتشاجر أمام الأطفال. ها هو، انظري، قلت لي إنك فتشت هنا. هذه غرفة العائلة، لكن ستجد دوما ديلان في كل مكان، ولا يتبقى شيء لسكايلر، فهي لا تملك مساحة خاصة بها. وفي الأعلى؟ هذه غرفة النوم الماستر، كما تلاحظ الآن في الزاوية، خزانة الأشياء الكتانية والبطانيات والوسائد وكل شيء. هذه غرفتنا وخزانتنا. تعال معي ديلان. أخبرني عن علاقتك بسكايلر. إن سكايلر تشبه أنا، فهي مرتبة جداً، وهي تحب أن يكون كل شيء بترتيب معين. أبي، لماذا فعلت ذلك بالغرفة؟ هناك متسع لتجلس هنا. لماذا وضعتها على الأرض؟ تبدأ بإخباره أموراً سمعتني أقولها، مثل أبعد حذائك أو أبعد معطفك. أبي، هذا ليس مكان المعطف. لا تغيري مكانه. مكانه في الطابق العلوي. إن تشاجرنا بشأن المنزل تقف إلى جانبي دوماً. أمي، هل ساعدتني في فرض المنزل؟ اسألي والدك. تعالي سكاي، سأساعدك. أنا أريد أمي. إنها مدللة أمها، إنها مقربة جدا منها، سأساعدك. سأقوم به لاحقا مع أمي. أنا أستمر بالمحاولة يوميا، فأنا أقول سكايلر، هل تريدين أن أقرأ لك قصة أثناء الليل؟ فتقول لا. هذا هو مطبخنا وغرفة الجلوس في الخلف. غرفة جميلة. سوف أصطحبك إلى القبو الآن. كما ترى لا يوجد دربزين، لذلك فهو غير آمن. أراهن بأن ديلان يحب التسلق هنا. من النادر أن نصطحبه إلى هنا، وإن فعلنا علي أن أحمله، لأنني أخشى أن يلمس مضخة البالوعة أو الفرن أو المسامير. مساحة القبو رائعة، لكنه غير مكتمل، وهو ليس آمناً وغير مفيد لكم. سنرتب الوضع. يجب علي أن أقنع آنا ببيع هذا المنزل. رغبته بالانتقال توترنا. إنهما يتشاجران كثيراً ولا يكونان لطيفين أبداً. الأمور صعبة علينا سكايلر. إن سماع هذا ليس سهلاً. نعلم ذلك وسنحاول تحسين الوضع. قوما بتحسينه بشكل جدي.
المنزل جديد نسبياً لكنه لا يحتوي مساحة للتخزين، وهذا يتسبب بنزاعات كثيرة بين آنا وداريل. إنهما يتشاجران كثيراً ويلومان بعضهما، وأسوأ ما في الأمر أن الأولاد يشعرون بذلك. إن منح الأسرة مساحة للتخزين سيخفف التوتر، كما أن ديلين الصغير وسكايلر بحاجة إلى غرفة لعب. أنت من يحتاج إلى غرفة للعب أو إلى غرفة طعام. هل تحظين بتقدير حقيقي؟ لا، لا يتوجب علي حتى إنهاء الجملة؟ السؤال هو هل سيحتاج إلى إحدى البوصات الست؟ أنا سأساعدك. أنت لا تساعد أبداً. هل فتشت هنا؟ نحن نتشاجر كثيراً بشأن الفوضى. ها هو، انظري، قلت بأنك فتشت هذا المكان. لا أحب سماع شجارهما. المنزل جميل حقاً من الخارج كما أنه يبدو بنفس الجمال من الداخل، لكن المشكلة الحقيقية هنا أنكما لا تملكان مكاناً للتخزين، كما أنني أعلم يا أنا بأن هذا يفقدك صوابك. بالفعل. مشكلة أخرى، الطفلان، إنهما لا يملكان مكاناً للجري بحرية واللعب كما يريدان، بالإضافة إلى أعمال الغسيل والقبو غير مستخدم حالياً، وهو أمر مفهوم، فهو غير مكتمل وليس آمناً بالنسبة للأطفال أيضاً، وهذا ما سنهتم به. بعد التعرف إليكما وجدت أن الأمر الجلي حقاً هو أنكما شخصيتان متناقضتان. أجل كلياً. أنت تريدين أن يكون منزلك نظيفاً للغاية وأنت لا تأبه بنظافته، كما أن علاقتك بسكايلر متوترة بعض الشيء حالياً، وأنت ترغب بأن تحظى برابطة حقيقية معها، وكنت تحاول أن تفعل لكن ذلك لم يحدث بعد. تحدي أنت دائماً أنا لا أفعل، وهو يتعلق بأن تتواصلا بفعالية أكبر إذا ستنتقلان من استخدام الجمل التي تبدأ بأنت إلى الجمل التي تبدأ بأنا. وما هذا؟ تحدي مدرسة الطهي، سنرسل سكايلر إلى مدرسة لتعلم الطهي. ستحب ذلك. لكن بالطبع هناك تحدي رئيسي لن أخبركما بشأنه، فلتركزوا على هذين التحديين. إن هذه الأسرة يا بول تعاني من نقص حقيقي في مساحة التخزين في المنزل. هذه المساحة كبيرة وغير مستغلة. هذا مكان ملائم جداً لوضع أشجار عيد الميلاد والأشياء الموسمية. كنت أفكر بتركيب جدار هنا. هكذا نقوم بفصل غرفة الخدمات. ثم انظر إلى هذا. بالنسبة للأولاد سيحظون بغرفة شاسعة للعب. لنبدأ بهذه الزاوية. حسناً. ما رأيك؟ هل قمتما باستخدام الجمل التي تبدأ بأنا من قبل في أي مكان؟ لا. مثال على الجملة التي تبدأ بأنا. أنا أشعر بانزعاج حين تأتي إلى المنزل متأخراً لأنني أخاف بأن يحدث لك شيء. أنا أشعر بانزعاج تعبر عن شعورك. حين تأتي إلى المنزل متأخراً تشرح السلوك. لأنني أخاف أن يحدث لك شيء تعبر عن ردة فعلك على السلوك. الأمر سهل وبسيط وواضح. أنا أشعر بالانزعاج حين لا تكمل عملك، فهذا يجرحني وكأنك لا تبالي بالمنزل أو بأي شيء هنا. أنا أشعر بتوتر كبير من هذا. أحسنتي، هذا ما ستبدأان بفعله، وبعدها أعتقد بأنكما ستحرزان تقدماً. تحدي الطهي سوية هي مغامرة للأب والابنة، وهي فرصة ليقتربا من بعضهما. يشعر داريل بأنه سيء في علاقته مع سكايلر. آمل أن يقضيا وقتاً مسلياً وأن يتمكنا من استعادة ذلك في منزلهما. إن قضاء الوقت مع ابنتي رائع دوماً. كنت أشعر بالحماس طيلة اليوم حين علمت أنني سأتي إلى هنا لنفعل ذلك. أعتقد أنها تستمتع بهذا العمل. أحسنتي. بالفعل أحسنتي. كان من الجيد أننا لم نقم بهدم أي شيء. كنا قادرين على البدء بالعمل فوراً. نريد وضعه هنا. لقد وضعنا إطاراً في المقدمة. ما المساحة لديك؟ أخبرني. 6 بوصات تقريباً. حسناً. بول، هل تعتقد أن هذا مناسب؟ أترغبين بالمساعدة؟ لا، أحببت إعداد الكعك مع والدي. للمرة الأولى استمتعت بصحبته وهذا سيقربها منه كثيراً. كان ذلك رائعاً، لم أكن فزعاً كما أكون عادة في المنزل، إنه ممتع. هذا يجعلني أشعر بأنه أب مسلٍ. أريد أن أكرر القيام بذلك بصحبة أبي. قبل البدء بتركيب الجدران كانت هناك خطوة في غاية الأهمية، وهي تأكد بأن جميع الزوايا قائمة، لأنها إن لم تكن كذلك سيكون كل شيء خاطئاً. بما أننا انتهينا من تركيب الجدران أصبح القبو جاهزاً للتمديدات الكهربائية. كنا حريصين بأن تكون التمديدات آمنة، لذا قمنا بوضع الثقوب في صف الأوتاد المعدنية والحلقات البلاستيكية، فهذا يقي السلك من القبضة. داريل. نعم.
هل رأيت تلك الفاتورة التي لم نسددها بعد؟ لا يمكنني أن أقوم بكل شيء بنفسي. هل ساعدتني؟ هل بحثت عنها؟ لم أجدها هنا. هذه ليست هي. حسناً، سأفعل الأمر بنفسي. ابحث عنها في الطابق السفلي. هيا. أنا أساعدك أنا. أنت لا تساعدني، لا تساعدني. إنهما يواجهان صعوبة في استخدام الجمل التي تبدأ بأنا، كما أن قول الإهانات يشعرهما بالرضا أكثر. هذا شاق، لأنه يجب عليك تغيير تفكيرك، كما أنه يجعلك تشعر بأن الطرف الآخر يتهمك بأمور ما. أنت رغبت بشراء المنزل، أنا لم أرغب بشرائه. لكنك أحببت المنزل. إن استخدام الجمل التي تبدأ بأنا يأتي من الحاجة إلى الدفاع، وهما يستخدمان عبارات مبطنة مثل أنت تفعل هذا دوماً وأنت لا تفعل هذا مطلقاً. إنها تزعجني دائماً باتهاماتها. مرحباً، حين دخلت كانا يتشاجران، هل سمعت شيئاً؟ آمل بأنهما سيتعلمان تقدير وتفهم شخصية الطرف الآخر. اذهب إلى الطابق السفلي. أنا أساعدك يا آنا، نتشاجر كثيراً. يواجهان صعوبات كثيرة. هذا صعب، لأن على المرء تغيير طريقة تفكيره. ديلان، تناول حلو المافن. هل أبعدت معطفك؟ مرحباً. لو قمت بذلك حين دخلت لما اضطررت لفعل ذلك الآن؟ هل جئت في وقت غير مناسب؟ مرحباً. أم أني جئت في الوقت الأمثل؟ أخبر داريل أن يبعد معطفه، فهو موجود على الكرسي. كان بإمكانه أن يفعل ذلك قبل نصف ساعة، لكنه لم يفعل. شكراً. أرأيتي سيرميه على الكرسي، لن يقوم بتعليقه. لكنني لا أسمع الجمل التي تبدأ بأنا. أنا لا أحبذ أن ترمي المعاطف هنا، لأن هذا يجعلني أشعر بأنك لا تبالي بالمنزل. أنا أتوتر هكذا حبيبي. أشعر بنفسي كطفل، وبأن علي دوماً أن أفعل ذلك كلما أدخل. هل تقومان باستخدام الجمل التي تبدأ بأنا؟ أجل، كنا نستخدمها، فنحن نتفهم ما هي شعور الطرف الآخر، لكن في بعض الأحيان نشعر بالغضب ويتم تجاهل الجملة التي تبدأ بأنا. هل تحرزان تقدماً؟ لكن ببطء. إن العمل يتقدم بسرعة كبيرة. لقد قمنا بوضع السجاد بعد تركيب الجدار الجصي، ويمكن الآن رؤية مساحة التخزين التي ستحظى بها العائلة ولتصميمها وفقاً لحاجاتهم. سنقوم بتصميم خزانة في الحائط حسب الطلب، حيث سيقومون بوضع المعاطف والدمى وجميع ما يشاءون. لو كنا سنقوم بتركيب سقف جصي لكنا قمنا بتركيب هذا أولاً، ثم سنضع الجدار في النهاية. أهلاً هنا، كيف حالك؟ بخير. لقد جئت لرؤية الأسرة، لكنني وجدتهما يتشاجران، هل سمعت شيئاً؟ في الواقع أجل، هذا ما كنت أرغب بالتحدث إليك بشأنه. ما الأخبار؟ إنهما يستخدمان الجمل التي تبدأ بأنا، وآمل أنني قمت بتذكيرهما بمدى أهمية استخدامها. كنت أتمرن وبول على هذه الجملة أيضاً. بول، أنا أفضل منك، أليس كذلك؟ بل أنا. أرأيتي؟ لقد تحسننا. انظري إلى هذا المكان، فهو يبدو جميلاً الآن. كان أكبر شيء واجهناه هو السجاد. كما ترين، نحن الآن نقف على البلاستيك. لقد وصل أبكر بأسبوع، لقد تم تركيبه حين لم تكن الجدران جاهزة. هذا يعني بأننا سنتوخى الحيطة أكثر بألا نسكب الطلاء على الأرض، لكن الأمور تسير كما هو مخطط لها، وقريباً سنركب السقف. استخدم الجمل التي تبدأ بأنا. سمعت ذلك أنا بول؟ سأفعل. وأنا كذلك. إلى اللقاء. سكايلر، سنتبادل أنا وأبوك الأدوار. أتعلمين كم هي والدتك مرتبة ووالدك ليس كذلك؟ سيتبادل داريل وآنا الأدوار ليمضيا الوقت في مكان أحدهما الآخر، على أمل أن يتعلما تقدير وتفهم شخصية أحدهما الآخر. تخبرني سكايلر بأنني أبالغ أحياناً وبأنني مرتبة كثيراً، لذا من المثير للاهتمام رؤية شخص آخر يفعل هذا لأرى كيف أبدو. ساعدها في قصه يا داريل. أنت قومي بهذا الشيء. لا، ستستغل أن الأمر لما يستحق العناء من ناحيتها. أنا لا أفعل الكثير، وأعتقد بأنني سأحظى بالجانب السيء من الصفقة. بمساعدة سكايلر صنعا بطاقات للأسماء ليرتدياها خلال اليوم. سأعد المعكرونة. حسناً، قومي بإعادة كل شيء عند انتهائك. ستستخدمين كل هذا؟ أجل، اتركها فحسب. ما تزال هذه الأكياس على الأريكة؟ أعلم، لكنها وسط المكان. هل لدينا معجون الثوم؟ لنقم بإعادتها. لا، اتركها. ما تزال هذه المعاطف هنا؟ لم يمر وقت طويل حتى اندمجا في الشخصيات التي يمثلانها، لأنهما يسمعان هذه الجمل طيلة الوقت.
سأرتبها لاحقاً. يجب عليه القيام بكثير من أعمال التنظيف ليلعب دوري. أنا لا أتوقع إنجاز الأعمال المنزلية طيلة الوقت. لا، لقد نظفت الفرن للتو. انظري إلى المعكرونة، إنها على الأرض. لدى دارين وأنا خطط لتجديد المنزل مستقبلاً، لذا قمنا بتركيب سقف معلق ليظل لديهما منفذ لتركيب الشفاط المركزي أو ما يشاءان. هذا جيد. آمل بأنك تستمتعين باللعب. هل شاهدت الهدف؟ لقد رأيت الكتب هنا، كان عليك أن... أجل، سأفعل ذلك لاحقاً بعد انتهاء اللعبة. دعني أنهي هذه اللعبة، أنت تقف أمامي. لقد برعت أنا بتقليدي حتى عندما كانت تلعب ألعاب الفيديو، بينما أعلم بأنها لا تبالي. تسليت كثيراً، ربما شعر بالضيق، لكنني أيضاً أشعر بالضيق حين يفعل بي ذلك. رغبت بأن يشعر بما أحس. آمل أن يقوم داريل بالواجبات المنزلية دون أن يطلب منه ذلك. لقد كان ذلك مسلياً، شعرت بالاسترخاء، لكن ذلك جعلني أدرك أكثر كيف أتعامل مع داريل في بعض الأمور. لم أعتد على العمل بهذا القدر، وأعلم ما تمر به أنا. أتمنى أن أرى مساحة كبيرة للتخزين في الأسفل، وأن يكون هناك مكان نستطيع وضع ملابسنا وأحذيتنا فيه. يا إلهي، لا يسعني الانتظار لرؤية ما فعلوه بمنزلنا. أنا متحمسة جدا. كان انعدام وجود المساحة للتخزين إحدى المشكلات. أتمنى أن أرى غرفة للعب. كسبتي. يبدو مذهلا، يا للروعة. هذا رائع بالفعل. داريل، انظر إلى هذا. لقد تغير المكان كليا. هذا مدهش. هل وضعوا لنا مقعدا في الزاوية؟ وهناك سلال صغيرة يمكنكم وضع الدمى هنا. يا إلهي، أنا مصدومة. انظر إلى علاقة المعاطف. يا للروعة والسجاد. يا إلهي، انظر إلى كل تلك الصور. لا أصدق ما أرى. كان هذا القبو غير مكتمل وغير مريح، لكنه الآن مكان دافئ ومريح يمكن للأسرة استغلاله. كان هناك الكثير من الأشياء وضعناها خلف هذه الأبواب المغلقة، وهذا أأمن للأولاد. ما هذا؟ هذا مدهش. كان من المستحيل أن نفعل أمراً مماثلاً. داريل، انظر. تعال هنا وشاهد. انظر، تعال هنا داريل. كانت هذه المنطقة باردة وغير مكتملة، أصبحت الآن غرفة للعب الأطفال. انظر إلى هذا، توجد هنا كل الدمى وكل ما كان يحدث الفوضى في الأعلى. هناك لوحات للإعلان وطاولة، يمكن لسكايلر أن تلعب وترسم هنا على هذا اللوح. هذا مدهش. لدى الأولاد مكان حقيقي للعب فيه. أنا لا داعي لتشعر بالقلق. يبدو آمناً تماماً، لا سيما مع وجود الأقفال وأعمال النجارة. لقد قمنا بترتيب المكان. انظرا إلى هذا، إنها خزانة كاملة، لقد صممت خصيصاً للأولاد. مكان رائع. يمكنني تخيل الأولاد في المستقبل وهم يدخلون إلى هنا ويصطحبون الأصدقاء، وحتى حين يكبرون. هذا رائع. هيا أحضروا الأولاد. حسناً. سجاد جديد، رائع. انظري إلى هناك، هذا مذهل. هل أحببتما هذا؟ أجل. انظري إلى كل هذه الأشياء. ديلان الصغير، لدي أمر أود إطلاعك عليه، هل تسمعني؟ لا يمكنك التحدث إليه، علينا الرحيل. هيا ديلان. لا، استمتعوا بالمكان، وسنعود بعد أسبوعين لنرى مدى ملاءمة المكان. إلى اللقاء. العبا مع الأولاد رجاء. شكرا. إلى اللقاء. وداعاً. إلى اللقاء. أحسنت ديلان. افعلي هكذا، هل أعجبك؟ والآن إلى الفرن. أتساءل بعد ذلك إن كانت آنا قادرة على الاسترخاء قليلاً، وإن كان داريل يقوم بواجباته المنزلية دون أن يطلب منه ذلك. لابد أن العائلة سعيدة مع المكان الذي منحناهم إياه. سيلعب داريل مع ولديه، وسيكون الأولاد في الطابق السفلي طيلة الوقت. لقد اتفقتما. سكايلر، ديلان الصغير، كيف حالكم؟ ديلان متحمس لرؤيتك، هذا ما تفعلونه الآن؟ تمضي سكايلر الكثير من الوقت هنا، ونحن نؤدي فروضها المنزلية هنا أيضاً، وتطلب من داريل مساعدتها بدلاً مني.
تطلب ذلك من كلينا وتشركه الآن أكثر. هذا صحيح. لنتحدث عن رأيكما بهذه العملية. حين بدأنا كنتما متوترين جدا، كيف تجري الأمور الآن؟ لا وجود للتوتر الآن، فأنا أنزل إلى هنا ويكون الطفلان مرتاحين وهادئين، فلا داعي للقلق. نحن لا نسمع صوتهما أبدا. كان ذلك مفيدا لنا جميعا. لقد كنتما مختلفين، هل تشعران بأنكما اتفقتما أخيرا؟ أجل بالطبع. ماذا عن الجملة التي تبدأ بأنا؟ هل تستخدمانها الآن؟ نحن نستخدمها كثيرا الآن، وقد علمنا أصدقائنا أن يقوموا باستخدامها في علاقاتهم. كنت أستخدمها مع طاقم العمل أيضا. بالفعل. أقول لبول، هل سمعت ما قلته أنا؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا. إلى اللقاء. إلى اللقاء.